قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ودخول الإيمان القلب هو عمران القلب، فإذا فرغ القلب عن الإيمان وعن مواجده فذلك قلب لا عمران له ولا عمران فيه. والعمران مصدر لفعل عمر يعمر، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. إنما يعمر، عمر يعمر عمرانا، فهو مصدر من مصادر الفيض والمبالغة، كما تقول فيضان وطوفان. حينما يعمر الشيء حتى درجة الفيض فذلك عمره. فإذا أن يمتلئ القلب بالإيمان حتى يفيض، يفيض بمه؟ يفيض بالسلوك الإيماني، لأن القلب هو المتحكم في الجسم كله، ألا وإن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب كما في الحديث الصحيح. فإذا امتلأ القلب بالإيمان إلى درجة الفيض وفاض هذا القلب بالإيمان، على ما يفيض؟ يفيض على كل الجوارح، فتتحرك اليد بمقتضى ما فاض عليها من القلب من الإيمان، فلا تتحرك اليد إلا بمقتضى الإيمان لأنها امتلأت بما فاض عليها من القلب، ولا تبصر العين ولا تتجه إلا حيث يوجهها الإيمان لأن القلب قد فاض عليها بما فاض من الإيمان، ولا تمشي الرجل آنئذ إلا إلى ما يطلبه الإيمان لأن القلب فاض على الرجل بالإيمان، وذلك مقتضى الحديث: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، إلى آخر الحديث. لا يكون كذلك إن لم يكن القلب قد امتلأ إلى درجة الفيض. وذلك الإحسان أيضا في الطريق إلى الله وعبادته عز وجل ومحبته، شيء عجيب فعلا أن يطلب المؤمن هذا المعنى، عمران القلب. وبين القلب العامر والقلب الخرب ما بين التراب والثريا كما يقول، ما بين العلو والنزول، ما بين الدرجات والدركات، فرق كبير. القلب الخارب الذي عشعش فيه العنكبوت وضرب عليه غبار الدنيا وعفنها، لا يذكر ربه ولا يشتاق إلى عبادته ولا إلى بيوته، يجد سكينته في الأسواق ويجد قلقا عند أبواب المساجد، قلب خارب، قلب خرب. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وعجيب أن هذه الصفات التي ذكر الله عز وجل في هذه الآية قد جمعت في معنى العمران، عمران القلب بالإيمان بالله واليوم الآخر، وعمرانه أيضا بما يجعل سلوك المؤمن خارج المسجد مرتبطا بالمسجد، فقد ابتدأ بصفة الإيمان بالله واليوم الآخر وإقام الصلاة، قال وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، وخشية الله عز وجل بأسلوب الحصر هذا ولم يخش إلا، لأن الاستثناء في سياق النفي كما هو في قاعدة علم أصول الفقه دال على الحصر، إن حصرت خشيته وتجرد قلبه لله وحده لا يعرف أحدا سواه ممن يمكن أن يصدر عنه إرهاب أو ترهيب سوى الله عز وجل وحده. ومقتضى هذا المعنى عزة المؤمن، عزة المؤمن في الدنيا وأيضا عزته في الآخرة. فهذا المعنى إذن لا ينبغي أن ينصرف الذهن فيه إلى دخول المسجد وكفى، فليس كل من يرتاض المساجد يعمر المساجد، وقد كانت المساجد في زمان رسول الله عليه الصلاة والسلام يدخلها المنافقون أيضا ويصلون، ولكن الله نفى عنهم صفة الإيمان. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، شكلكم الظاهر مع المسلمين لكن بواطنكم خاربة، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أي لم تعمر هذه القلوب. فالقلب العامر هو الذي يعمر المسجد،
لا يعمر القلب المسجد إلا إذا هو أيضا امتلأ حتى فاض بالإيمان ويكون أيضا من العامرين. فعمران المسجد إنما هو من عمران القلب، ولهذا في الإسلام لا يفصل ولا يفرق بين إيمان المؤمن في سوقه أو في مكتبه أو شركته أو إدارته أو متجره أو أسرته وبين إيمانه في مسجده. فبمقتضى ذلك العمران الذي عمر به المسجد أقام الصلاة، بمقتضى ذلك أقام الصلاة، وبمقتضاه هو نفسه آتى الزكاة، وبمقتضاه أيضا هو نفسه لم يخش إلا الله فكان من العامرين وكان على مقام وبمنزلة العمران. مشكلة المسلمين اليوم أن قلوبهم خاربة، هذه مشكلتنا جميعا، قلوب خاربة ما بقي فيها إلا أطلال إسلام بال كدين، أطلال ورثوها عن آبائهم وأجدادهم كما يورث المتاع البال القديم. فلهم جددوا ولهم عمروا قلوبهم، أخذوا صفات آبائهم وأجدادهم ولم يأخذوا الزاد الذي تزودوا به من قبل، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. هذا الزاد الذي يمتلئ به القلب إلى منزلة العمران، ما عاد إلا من رحم الله، ما عاد الناس يطلبونه ولا يتزودون منه. القلب الذي يقصد إلى المسجد يتزود فيه ويتزود منه يعمر المسجد حقيقة، لأن المؤمن حينما يتخذ له مكانه بالمسجد ذاكرا أو مصليا أو في أي شأن من شؤون العبادة، ذكرا وتذاكرا، تلاوة واستماعا إلى غير ذلك مما هو معروف، فإنه حينئذ يكون قد ارتبط بسلسلة من نور وقد ملأ المكان وامتلأ عليه المكان. لأن المؤمن إذا دخل المسجد وذكر الله عز وجل لم تزل الملائكة تدعو له، فإذا كان في مجلس ذكر أو علم حفت به الملائكة وغشيته الرحمة، بل جعلت الملائكة فوقه حلقا من فوق حلق حتى عنان السماء كما في الحديث. فهذا عمران، ويمتد النور من فوق ومن تحت، من فوق ومن تحت وعن يمين وعن شمال تمتد الأنوار انطلاقا من مكان واحد قلب المؤمن. ولذلك كان دعاء النبي عليه الصلاة والسلام هذا الدعاء العجيب: اللهم اجعل في قلبي نورا، ثم قال: وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، ومن فوق نورا، ومن تحت نورا، وعن يمين نورا، وعن شمال نورا، ومن أمام نورا، ومن خلف نورا، اللهم اجعل لي نورا، اللهم أعطني نورا. لأن القلب إذا استنار أنار باقي الجوارح، وإذا استنارت الجوارح الأعين والأيدي من أمام ومن خلف وعن يمين وعن شمال، كان للمؤمن هالة من نور كما للقمر ليلة البدر. الهالة هي الدائرة، دائرة النور اللي كتكون محيطة بالقمر في الليل اللي يكون مدور كامل الدورة دياله بدر، كتكون عنده واحد الضوء مشع داير بشكل كبير جدا، هذاك الضوء المحيط هو الهالة. فهذه الهالة تكون للمؤمن بمقتضى هذا الحديث حينما يفيض قلبه بالنور الذي هو العمران حقيقة. والعجيب أن القرآن الكريم حينما تحدث عن هذا المعنى لم يميل به إلى المجال المادي المحسوس وحسب، فالعمارات أو العمران المدني المادي في منطق الإسلام إن خلا من عمقه الروحي ليس بعمران، هو خراب. مدائن ناطحات السحاب والعمارات الشاهقة التي جفت ينابيع الروح فيها أرض خاربة وأرض يباب وخراب، لا عمران فيها. ما يتقالش عمران المدن الكبيرة التي لا ينطلق منها الأذان، ما فيها شيء عمران. ولو رأيت البنايات يغطي بعضها بعضا فهي أشبه ما تكون بالصحراء خرابا ويبابا، ليس بعمران. وإنما العمران من طلق من قلوب العباد إيمانا، من طلق من عمران المساجد أولا. وعجيب عجيب وضع المدائن الإسلامية كهذه المدينة التي نحن فيها، وضعها التاريخي الذي يدل على حال أهلها الذين بنوها طبعا، وليس على حال أهل اليوم مع الأسف. قال أحد العارفين حينما دخل المساجد في دور الإسلام وبلاد الإسلام: كل الطرق تؤدي إلى المسجد، وكل المساجد تؤدي إلى الصلاة.
كمثل هذا الجامع الأعظم المسجد الكبير هذا وضع هندسيا بشكل عجيب داخل هذه المدينة، مساربها ومسالكها بعضها يؤدي إلى بعض، وفي نهاية المطاف تؤول إلى أبواب هذا المسجد، دايرينه في قلب المدينة، لأن الجسد مرتبط بقلبه، إن صالح صالح الجسد كله، وإن فسد فسد الجسد كله. كان عمران المسلمين قبله كعمران أبدانهم في علاقتها بأرواحهم، إن صلحت أرواحهم وأنفسهم صلحت أبدانهم ودنياهم، وإن خربت خربت. كذلك بنوا مساجدهم ومدائنهم، تخطيط ديال المدن القديمة كان تخطيط قرآني مبني على هذا المعنى، لا فرق بين جسد المسلم في تداخل روحه ببدنه والمدينة الإسلامية، تهي جسم يعبد الله ويذكره، له قلب اسمه المسجد الأعظم، وباقي الدروب أطرافه وأرجله وجوارحه. فكرة المسلمين قديما كانت تنطلق من عقيدتهم وشعورهم بقربهم من ربهم وشوقهم إلى عبادته، يشتاقون إلى عبادة الله، فأكثر أبواب المساجد وأكثر الطرق السالكة إليه، وجعلوا كل طريق لا تؤدي إلا إلى المسجد. وحينما جاء الاستعمار غير وبدل مع الأسف وبنى هذه المدائن الخراب، ما هي بعمران، هذا هو العمران، هنالك ليس بعمران يعني. وقبل إصلاحات جاءت بعد لما خرج الاستعمار في أوائل الأمر، كان الإنسان يمشي في المدن اللي تبنات في الدول العربية، المدن اللي بنى الاستعمار مسافة طويلة يقلب على مسجد لا يجد، ما يلقى فين يصلي، خراب. هذا ما هو بعمران، لأن الله عز وجل أنشأ العبادة من الأرض واستعمرهم فيها. ما معنى استعمرهم فيها؟ أي أعمرهم إياها عبادة وذكرى. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، بمقتضى اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم. ليس العمران بمعناه الذي عندهم، بل بمعناه القرآن، بناء الدور وبناء الأسوار وبناء الأسواق وبناء كل مرافق الحياة المادية مبني ابتداء على بناء المسجد. ولا قيمة للمسجد إن لم يكن له عمار في بيوت نذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو ولا صال رجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. يعني الأسواق تبع للمسجد، وليس المسجد هو الذي تبع للأسواق. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، المجتمع وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وتلك صفة العمرانيين، صفة العمرانيين أي عمار المساجد الذين يعمرون المدائن بقلب ساكن المسجد. القلب نفسه هو حينما يكون في السوق فهو بقلب عمار المساجد. وتلك الصفة التي ذكرها الله عز وجل أول ما ذكر، أي صفة الخوف من الآخرة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، هو ما ذكره عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. والإيمان بالله إنما هو المعرفة به عز وجل شأنه، معرفة بالله، والمعرفة بالله قرب وحب، قرب وحب، لأن البعيد لا يعرف، ولا يمكن شرعا وعقلا أن يحصل التعارف بين البعيدين، وإنما المعرفة بالقرب. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، قرب وحب. وهذا القرب هو الذي ذكره الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقلت قبل وما زلت أقول: العلماء أي العارفين بالله، وليس العلم على الإطلاق المعرفة، فرب عالم خبير بالأحكام وتفاصيلها لا خشية لله في قلبه، وهو مشاهد ويرى
بالعكس أو مع الأسف عمت به البلوى، يعني كثير ممن ينتسب إلى العلم لا أثر للتقوى في قلبه والعياذ بالله، بل قد يكون من الفجار. فكيف يصدق عليه قول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ وقول الله عز وجل حق صدق، لا ينبغي أبدا أن يقال إن الآية لا يقصد بها وجهها أو يؤول لها شكلها أو دلالتها إطلاقا، وإنما مفهوم العالم هو الذي نخطئ في تحديده، ومفهوم العلم، وإنما العلم ما كان معرفة بالله، سواء قصدت به العلم الطبيعي أو العلم الشرعي. قد تجد الكافر له من دقائق علم الفيزياء والأفلاك شيء غريب، أو عالم الطب له من دقائق العلم شيء غريب، ولا يزيده ذلك إلا كفرا. فلا يقال في حقه إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأنه ليس عارفا بالله، وعلمه ذاك علم دنيوي محض، ذلك مبلغهم من العلم، وصل إلى باب حديدي من العلم لم يطل من عليه إلى فضاءات الملكوت والرحموت، ما رأى شيئا ولا شاهد، فهو أعمى وإن أبصر دقائق الجراثيم أعمى. وكذلك إن اعتبرنا العلم العلم الشرعي أي الأحكام الفقهية وما شاكلها وما كان في معناها، فإن وجدت آثار الإيمان منعدمة في قلبه فاعلم أنه أيضا غير مقصود، وعلمه علم دنيوي. غلط كبير اللي يقول هذه علوم الدنيا وهذه علوم الآخرة، أبدا ما هكذا تصنف العلوم. قد يكون علم الطب علما أخرويا إن كان صاحبه من أهل الآخرة ويرى فيه القيامة وأهوالها، ويرى فيه الجنة ونعيمها، ويرى فيه قبل ذلك وبعده بديع صنع الله، فيكون يؤمن بالله ويكون من عمار المساجد بهذا المعنى. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، أي من عرف الله حقا وصدقا. فالعلم الشرعي إن كان علما مسدودا عن الدنيا ومنافعها فليس علما مما قصد في قوله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهذا علم دنيوي، لأن تصنيف العلوم هو بأهدافها لا بموادها. هذا العلم أتعلمه للدنيا فهو علم دنيوي، واخا تعرف فيه أحاديث البخاري ومسلم كاملين، إن طلبته للدنيا فعلمك علم دنيوي، وإن طلبته للآخرة فهو علم أخروي. أنا إذن تصنيف العلوم بمقاصدها لا بطبائعها وحدودها ورسومها. فإذا هذا المعنى العجيب، المعرفة بالله التي توقر الخشية لله في القلب، إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذه الخشية هي الإيمان بالله الحق الصدق. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، فالعمران ليس دخولا، مش دخل المسجد وبرك وكفى، لا، عامر، هو عامر ويعمر المكان، مش معمر بالقلدة دياله. فالأجساد في الدنيا كثير، ولكنه يعمر المسجد بقلبه. وكيف يعمره بقلبه؟ حينما يكون القلب قبل ذلك عامرا، بل فاض بما فيه على بصره وعلى سمعه وعلى جوارحه، فاستكان للإيمان. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، لأنها امتلأت بمعرفة الله واقتربت وأدركت وشاهدت فوجلت لما شاهدت، أن تعبد الله كأنك تراه. هذا المعنى اللطيف العجيب الذي يكون بمقتضاه المسلم ثقيلا، ليس بالمعنى الدارج المستعمل، لا أبدا، ولكن الثقل لما يحمل من موازين وأوزان. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فإذا ألقي الثقل وهو بصائر القرآن وآيات القرآن على القلب ثقل ذلك القلب بالإيمان. قلب ثقيل مليء عامر، هذا القلب يفيض بالنور ويملأ الفضاء والمكان، وحينئذ يكون جلوسه في المسجد عمرانا. هذا معنى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. تقلب القلوب والأبصار من الخوف من الهلع، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا
فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين وقاهم شر ذلك اليوم. تقلب القلوب والأبصار اضطرابا وخوفا وترقبا، لأن من أشد أنواع الخوف الترقب، يترقبون يعني يترقب خرج منها خائفا، يترقب كيقول هنا يشدوني هنا يشدوني. يترقب المؤمن في الآخرة ماذا؟ يترقب ماذا يكون قضاء الله فيه، ماذا يكون حكم الله فيه. ترقب خوف، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذا التقلب من الترقب، وهو من أشد أنواع الخوف. حينما يحصل هذا بالقلب يزداد رغبة في السكينة، لأن الإنسان حينما يفزع يشتاق إلى ركن آمن، إلى ركن يأوي إليه، إلى ركن شديد يأوي إليه، كي يقلب على شي حاجة صحيحة تحميه. فلا يجد آنئذ من مفر وركن إلا ركن الله عز وجل. ولذلك قال ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فرار إلى الله عز وجل عسى أن تجد طمأنينة. فالعبد إذن حينما ينادى بالصلاة يفر إلى ربه، يسعى ليجد طمأنينته، عسى أن يمتلئ قلبه وعسى أن يفيض بهذا الفيض الذي يجعل جلوسه بالمسجد عمرانا. والمؤمن حينئذ إذ يذكر هذا ويعرفه، وبقدر ما يقرب من ربه تكون معرفته به، وبقدر ما تكون معرفته به عز وجل تكون معرفته باليوم الآخر وبهوله. يؤمنون بالله واليوم الآخر، هذا الإيمان بالله وباليوم الآخر أمران مرتبطان في الدين، عجيب. وقد وجدنا أن الأحاديث النبوية قد ربطت بينهما في أكثر من مناسبة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر كثير جدا متواتر من حيث معناه ومن حيث هذا اللفظ خاصة الإيمان بالله واليوم الآخر. فالإيمان بالله مبدأ الإيمان ومنطلقه، لأن إيمانك بالله منطلق من كونك مخلوقا لله عز وجل عبد، وإيمانك باليوم الآخر منطلق من إيمانك بمآل الدنيا ومآل الكون، صديقا لوعد الله عز وجل في القرآن العظيم يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا. هذا الإيمان الكامل، إيمان كامل متكامل، أن تجمع بين الإيمان بالله معرفة وبين الإيمان باليوم الآخر معرفة أيضا، إيمان كامل. لأن خوفك من الله وخشيتك له وتقربك إليه ومحبتك فيه مرتبطة بما تعتقده من جزاء. هذا الميزان، ميزان الإيمان الذي نفى الله عز وجل حاله وتوازنه عن المنافقين وعن الأعراب. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أي لا معرفة لهم بالله، ما اقتربوا إليه ولا عرفوا، ولا معرفة لهم باليوم الآخر وأهواله، وإن سمعوا 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 أن ها هنالك بعثا وها هنالك حسابا وعقابا، لكنهم ما عرفوا، لأن العارف هو من رأى وشاهد، والمشاهدة والرؤية طبعا لا تقع بالعين الجارحة، مش بهذه العين هذه، وهذه العين لا طاقة لها على إدراك حقائق الغيب إطلاقا، لا طاقة لها على إدراك حقائق الغيب ولا قدرة لها على ذلك. وإنما حقائق الغيب تدرك ببصر القلب، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، هذه التي إن أبصرت أبصرت وإن عميت عميت. إن أبصرت القلوب كان صاحبها بصيرة، وإن عميت كان أعمى. نسأل الله العافية. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وقد أتاح الله عز وجل لقلب كل امرئ أن يبصر لو صدقت رغبته في الإبصار، فإن مرآة القرآن صافية. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صافية يبصر فيها وبها العالم على قدر علمه
ما يكفيه زادا وعبادة وتزويدا وتنويرا للأمة، ويبصر بها ومنها الأمي الجاهل ما يكفيه عبادة ومعرفة بالله، وقد رأيناه وهو مشاهد في الناس قديما وحديثا حتى عند ضياع العربية وضياع الفصحى، يقرأ القرآن على الأميين فيلتقطون منه على قدر شوقهم ورغبتهم ومحبتهم وإن لم يدركوا تفاصيل المعاني. عجيب القرآن. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ لا علاقة لهذا المعنى بالتفسير، ماشي يعني القرآن راه اللي بغى يفسره ساهل، لا، التفسير لأهله اختصاص، ولكن للذكر ميسر للجميع. ولا يجوز أن يقال إن القرآن فهمه الروحي الإيماني مقصور على العلماء، لا، لأن قلنا إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذه العبارة ليست خاصة في علماء الشريعة، وإنما هي عامة في كل من له علم بالله عز وجل بأي مسلك من مسالك العلم. ورب فلاح مزارع يسقي الأرض ويرعى الشجر في حديقة أو في بستان له علم بصناعته يرى في ذلك من عجيب أمر الله وسر قدرته ما لا يراه العالم النحرير الذي يعيش بين الكتب، فيكون أيضا مشمولا بقوله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء حسب ما وفقه الله إليه. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كل ذلك يفيض من قلب عامر كما ذكرت. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. وإقام الصلاة وردت بالقرآن الكريم في غير ما موضع على الاستقراء التام مرتبطة بهذه الضميمة، يعني كتجي الصلاة معها إقامة، هذا اللفظ ديال الإقامة يتبعها. وكذلك في الحديث بني الإسلام على 50 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيل. قال فأخبرني عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. وتقيم الصلاة، إقام الصلاة، لا يعمر قلب العبد إلا إذا كان مقيما للصلاة وليس مصليا وحسب، مقيم. والإقامة لفظ مشترك بين دلالتين، معنوي ولفظي. نبسط هذا الكلام نسهله بحول الله عز وجل. لما تسمع إقام الصلاة ولا إقامة الصلاة أو إقام الصلاة راه عنده جوج معاني، المعنى القرآني معنى والمعنى الفقهي الذي أخذ من بعض الأحاديث. المعنى الفقهي نبداو به، هو اللي كيودن به المدن ماشي الأذان ديال السمع، الأذان ديال الجمع الداخل، أي إعلان إقام الصلاة، قد قامت الصلاة، معروف هذيك إقامة الصلاة، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي للصلاة حي الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. هذا أذان، أذان تسمحته وأذان، أن الحديث النبي صلى الله عليه وسلم سماه أذان. الأذان اللي على السمعة هو أذان لإعلام البعيد بدخول الوقت، اللي بعيد كتقول له راه الوقت دخل، رد بالك توضى أجي. والأذان أو لإقامة ما يسمى بالإقامة أذان لإعلام القريب اللي راه في الجمع، كتعلموا بأنه دابا غادي نديروا تكبيرة الإحرام ندخلوا في الصلاة. وفي الحديث بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين أي بين الأذان ديال البعيد اللي هو فوق السمعة وبين الأذان ديال إقامة الصلاة، هذا معنى. ولكن قوله عز وجل وأقام الصلاة ليس بهذا المعنى، ليس شرطا وليس لازما أن يكون كل من يقيم الصلاة تأذينا في المسجد من عمار المسجد ولو سكنه الظهر كله، وإنما أن يكون مقيما بمعنى ما ذكر الله عز وجل في القرآن. فإقام الصلاة من جعلها مستقيمة، أقام الشيء يقيمه بناه، هذا المعنى ديال الإقامة، البني، البني والبناء عمران أي يعمر صلاته، فهو حاضر فيها ابتداء وانتهاء، عامرة، صلاة عامرة، صلاة عامرة، فهي إذن مقامة
وصاحبها مقيم لها. يقيم الصلاة أي يبنيها. السور المبني على استقامة بغير اعوجاج هذا بانيه يقال أقام البناء. أقام البناء فهو مقيم له، إذا سقط الشيء تقيمه مستقيما مبنيا. والصلاة حينما تقام فإنما معنى ذلك أن القلب تعلق بها، وإذا تعلق القلب بها لا يستطيع إلا أن يقيمها دون كلفة. ما تبقاش رفد الهم كي تدير لها وكيفاش تقدها، لا ما تحملها. اجعل سبب ذلك في قلبك، تنطلق العملية بعد بشكل تلقائي، بشكل تلقائي بلا كلفة. يكفيك أن تحب الصلاة، أن ترتبط بمولاك وتشتاق إلى أوقاته، وإن لله عز وجل أوقاتا ومواعيد يلتقي بمحبيه وعباده، وذلك مواقيت الصلوات. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فيا بئس من يتخلف عن موعد لقاء الله أن تجده بعد ذلك في الأسواق أو في الشروض بين الأزقة والدروب. لا يمكن إن تخلفت عن الموعد موعد ربك أن تجد مولاك في غير هذا الموعد، وقد ضرب لك موعدا مكتوبا. وما أشد قول النبي عليه الصلاة والسلام في المتخلفين عن المساجد لا يشهدون الصلوات، أن هم أن يأمر بالصلاة فتقام فيتخلف إلى قوم برجال معهم حزم من حطب فيحرق عليهم بيوتهم. في أحاديث كثيرة رويت بصيغ كثيرة كلها صحيحة، أهم عليه الصلاة والسلام أن يحرق البيوت والمنازل على من لا يشهدون الصلاة في المساجد، صلى الله العافية ونسأله الثبات. بل ما أشد قوله عليه الصلاة والسلام في ذلك، وهذا من أشد ما قرأت في أحاديث الصلاة على الإطلاق، وذلك ما رواه ابن ماجة بسند صحيح، ورواه ابن حبان أيضا، ورواه الطبراني في معجمه الأوسط والبيهقي كلهم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء ولم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. من سمع النداء الأذان كيودن هو كيقول لك اجي لهاد الجهة، انت عطيت بالظهر ومشيت لديك الجهة. من سمع النداء ولم يجب، من سمع النداء ولم يجب، والرواية الأصح من سمع النداء ولم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. وفي رواية قيل: وما العذر يا رسول الله؟ قال: الخوف أو المرض. خوف طريق ما فيها أمان، فيها قطع طرق، ولكن ينبغي أن يتحقق الخوف لا أن يتوهم. ماشي تقول ربما، لا، يكون عندك مؤشرات حقيقية أن الطريق مخوف. مخوف يعني فيه الخوف، غير آمن، أو مرض عافنا الله وإياك، أو ما يقاس على هذا وذاك من الأعذار الحقيقية. نسأل الله الثبات وأن يرزقنا عزيمة المساجد وعزيمة التوبة وعزيمة التقوى. من سمع النداء ولم يأتيه فلا صلاة له إلا من عذره. هذا من إقامة الصلاة، لأن معنى أن تستجيب يعني أن لديك قابلية للإجابة. ومن له القابلية للإجابة؟ من عرف من ينادي. أجب داعي الله كما قال في الحديث، أجب داعي الله. ما يسحب لكش الأذان راه واحد كيغني، أو أنه صوت معزف من المعازف أو لغو من اللغو، بل هو نداء رب الكون. انتبه، إنه نداء رب العالمين. إن المؤذن ينوب عن رب العالمين في النداء، كما ينوب العالم الفقيه عن رب العالمين في الفتوى، كما ينوب الفقيه عن رب العالمين في الفتوى، فكذلك المؤذن ينوب عن رب العالمين في الدعاء والنداء. أجب داعي الله. لا تظنن المؤذن شخص بشر وكفى، صحيح هو كذلك، لكنه ينطق بأمر الله ليس بأمره وليس بإذنه، ينطق بأمر الله. ولذلك رتب الله عز وجل للمؤذنين الصادقين الصالحين
أجرا عظيما يوم القيامة. وفي الحديث الصحيح: والمؤذن يغفر له مد صوته. ما حد مجبد الصوت دياله والمغفرة كتنزل عليه. والمؤذن يغفر له مد صوته. وأيضا في الحديث الصحيح: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. لما؟ مش مصلحة في طول العنق، لأن الناس غارقين في العرق وفي الزحام الشديد والقيظ والحر الشديد، فطول العنق آنئذ كرامة ومكرمة. كل ذلك من إقام الصلاة. لما تسمع الأذان ما يجيش لخاطرك ذاك اللي كيودن، لا، يجي لخاطرك قول الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق. عجيب. يذكر أصحاب التفسير أن الله عز وجل حينما أمر إبراهيم بالأذان من على البيت، من لبن الكعبة، بواد غير ذي زرع في الخلاء، بنها في الخلاء، بواد غير ذي زرع، قال له: رب العالمين أذن. قال له: يا ربي لمن أذن؟ هذا البلاد يعيش فيها الضباع والثعالب والوحوش، الخلاء. ما كانت أرضا معمورة، ما كانوا ساكنين الناس في مكة من قبل، من قبل أن يبني إبراهيم البيت، قفار وجبال. فقال له الله عز وجل: إنما عليك الأذان وعلي البلاغ. هو غادي يوصل سبحانه وتعالى. فأذن إبراهيم، هو لا يرى إلا الحجر، ولكن أذانه كان في الناس، لأن رب العالمين قال له: وأذن في الناس. فبلغ أذانه الناس أجمعين. وما كينش الآن شي كافر، ما نقولش مسلم، شي كافر في الأرض ما كيعرف شيء الحج، مش الإسلام، الحج أو الأصول العامة والمبادئ الكبرى، المبادئ الكبرى ديال الإسلام، أنهم يؤمنون برب العالمين واحد، أن لهم نبي اسمه محمد عليه الصلاة والسلام. هذه المنطلقات الكبرى اللي هي لا إله إلا الله محمد رسول الله، صارت من المعلوم بالضرورة لدى الكافر والمسلم. صار الحج معلوم، علم صار بالضرورة، يعني كحدث ديني للمسلمين كل شيء يعرف. فبلغ الله عز وجل أمره الأرض كلها. قال المفسرون: طوى الله الأرض فلم يكن من رطب ولا يابس إلا ردد قوله عز وجل، إلا ردد الدعاء المشهور: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قالها الحجر، وقالها الشجر، وقالها الحوت في البحر. وجعل لك رب العالمين نداء يذكرك، نداء كنداء إبراهيم بالحج، كنداء إبراهيم بالحج، جعل لك نداء لملاقاة الله على رأس كل وقت من خمسة أوقات. يناديك، إن المنادي الذي يناديك إنما هو رب العالمين، فاستجب فأتيه. من سمع النداء ولم يجب أو ولم يأته في الرواية الأخرى، فلا صلاة له إلا من عذر، لأن القلب فارغ لا يشعر بعظمة المنادي، وإنما المنادي رب العالمين. فكيف تزعم أنك تؤمن بالله واليوم الآخر وتضع أصبعيك في أذنيك فلا تسمع نداءه؟ إنك تقول بسلوكك حينما تعطي ظهرك للنداء، تعطيه بالضرورة تمشيه، ماذا تقول؟ وإن لم تقول بلسانك، سلوكك يقول: سمعنا وعصينا، سمعت الأذان ولكن ما غاديش نجي. عمار المساجد: من إذا نطق الأذان ارتجف القلب، أو دخل الوقت ولم أشعر. هكذا كيوقع المؤمن الصالح، كيتخلع من اللي يسمع الأذان، دخل الوقت بعدها ما تهيأت، ما توضأت، ما استعددت، إذا كنت في غفلة. يشعر بنوع من التقصير، أن كان في غفلة فلم يذكر حتى ذكره الأذان. هذا قلب عامر، هذا عمران. ولو أن الأمة توفرت على مثل هذه الشاكلة من العمار لعمرت فعلا مدائنهم، ولكان حالنا غير حالنا دينا ودنيا. ودنيا خربت قلوبنا فخربت مساجدنا، خربت مساجدنا فخربت مدائننا، خربت مدائننا مع الأسف فخربت دولنا وحضارتنا. نعطى الله هذا نقطة البدء. القلب، قالت الأعراب: آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ولما
يدخل الإيمان في قلوبكم. وإيتاء الزكاة صفة لعمار المساجد أهل العمران، فحركة المال حركة المال حركة اجتماعية، وجمال الإسلام أنه جعل حركة القلب في المسجد تتصرف في المجتمع وتحكمه، تحكمه بسلوكها وبإيمانها، فيكون دور المال وتكون حركته على مقتضى أمر الله وشريعته، على مقتضى عمران المسجد، على مقتضى المعرفة بالله والتقرب إليه. حركة الزكاة هي رمز لحركة الاقتصاد كله. للذين يعلمون، الزكاة اللي تخدم مزيان في المجتمع بالوجه الشرعي هي الموتور ديال الاقتصاد كله ديال البلد، هي القلب أيضا، قلب المال، زكاة المال. فإذا صلحت صلح الاقتصاد كله، وإذا فسدت فسد الاقتصاد كله. وما خراب مال العباد واقتصاد العباد وما خراب أحوالهم المعيشية إلا بخراب ركن الزكاة. راه ماشي غير عبث، جا رب العالمين وداروا ركن، راه ماشي فرض، يعني أكثر من فرض، ركن. الفرائض في الدين كثير، راه حتى الوضوء فرض، ولكن فرق بين الأركان في الفرائض وبين التوابع، بين الواجب لذاته والواجب لغيره، بين المخدوم والخادم، بين الأصيل والتابع. الزكاة ركن، يعني سارية، هذا معنى ركن، سارية من السوار اللي مبني عليهم العمارة ديال الإسلام. إلى تحت سارية كيريب الدين كله. إن البناء إذا من هد جانبه لم يأمن الناس أن ينهد باقيه. مهندس هندس لنا عمارة، قال خصها خمسة سواري عاد تطلع، طيحنا واحدة مهددة بالسقوط. ولذلك باش ما نفهموش عمران المساجد بمعنى ديال بنادم يقبط واحد الزاوية في الجامع، قنت يعني في الجامع، ويشد سبحة ويبقى النهار كامل خامل لا يلقي بالا لنفسه ولحاله في الدنيا وفي المجتمع إطلاقا. لا رهبانية في الإسلام، إسلام دين ودنيا، مسجد ومجتمع، حركة قلبية وجدانية ترتبط بل تربط الدنيا كلها بالمسجد. ولم يخش إلا الله، ولم يخش إلا الله، إنما ذلك على قدر صدق التوحيد. وقد بينت أكثر من مرة أن التوحيد ليس تصورا ذهنيا وحسب، بل هو قبل ذلك وبعده إحساس وجداني قلبي. فالموحد حقيقة من تمثل أسماء الله الحسنى وصفاته العليا. كيف تمثلها؟ يعني عاشها بقلبه، تمثل الشيء أي تمثله، يعني تشخص المعنى دياله في قلبه. فإذا ذكر اسم الله الرزاق على لسانه وقرى بقلبه أن رزقه كله ليس له مصدر إلا الله عز وجل، رأى ذلك وشاهده، فانعدمت الخشية من غيره بسبب رزقه. ما يبقاش رافد الهم ديك الساعة الأجرة ديالو، الإجارة ديالو، ولا المنضة ديالو، أنه فلان يقطع عليه إلى ما دارش هادي أو دار هادي. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا يقع هذا حقيقة سلوكا لدى الإنسان إلا إذا كان موحدا بهذا المعنى الذي أذكره. والدليل عليه أننا رأينا وشاهدنا وسمعنا من يحفظ مصنفات التوحيد، توحيد الألوهية والربوبية والاتباع وما في ذلك من تفاصيل، فإذا اقتربت إليه في رزقه انتفضك الأسد، كيتحول يتوحش. ما هذا بموحد وليس هذا بتوحيد. ولذلك ما سمى الله عز وجل الارتباط بالعقيدة في القرآن توحيد، ما كناش هذه العبارة في القرآن، سماه إخلاصا، سماه إخلاصا، وسمى صورة التوحيد الممتازة صورة الإخلاص. إخلاص، ما معنى الإخلاص؟ الإخلاص في العربية هو صفاء، صفاء، لبن خالص بيض، ما فيه شي نقطة كحلة واحدة، وما فيه شي قطرة ديال الماء واحدة، لبن
كما حلب من الضرع 100%. كيتسمى خالص، ذهب خالص، ذهب صافي، ما فيه شي نقطه واحده النحاس ولا ديال شي معدن اخر ولا الفضه، ذهب خالص. فما معنى الاخلاص في التوحيد؟ يعني أن لا يرتبط قلبك بغير الله الواحد القهار. أنت 100% ديال مولاك اللي خلقك، ما فيك شي شعرة واحدة تفكر في فلان أو علان أو ترتبط بما عند هذا أو ذاك، بل أنت كلك من رأسك إلى أخمص قدمك مرتبط بربك الذي خلقك وحده دون سوى. إخلاص، هذا هو التوحيد حقيقي، هذا هو التوحيد الحقيقي الذي ينبت أعشاب الخشية، كيولي الربيع نبت في القلب من السم بالخيرات والبركات ديال الخشية. ولم يخش إلا الله، يعني موحد 100%. هذا معمر للمسجد، معمر. مع الأسف من الأخطأ اللي خلتها لنا الترجمة ديال المفاهيم والكلام ديال النصارى اللغة ديالنا، أن ناس من النصارى من اللي دخلوا لبلادنا معمرين، عمرهم ما كانوا معمرين وإنما كانوا مخربين. والاستعمار هو استخراب كما يسمي كثير من الباحثين العلماء، طلبوا خراب البلاد والعباد وقد فعلوا، خربوا اقتصادنا وخربوا قبل ذلك ديننا، ولم يزل خاربا بسببهم إلى يوم الناس هذا، وما زلنا نعاني ويلات تخريبهم. فما كانوا معمرين. قال لك واحد المعمر، منين جاته معمر؟ هو مخرب، مدمر، جرثوم. وإنما المعمر حقيقة المؤمن، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. إنما هذا تحصر، تحصر معنى ذلك في المؤمنين بهذه الشروط العالية الرفيعة التي يحتاج المؤمن لاكتسابها، أن يجاهد نفسه في الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، خصها الخدمة لتصل إلى الهداية. ولذلك قال في آخر الآية فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، لنهدينهم سبلنا بعد مرحلة من المجاهدة. والذين جاهدوا فينا، ومجاهدة النفس محاربتها ومدافعتها، لأن النفس نفس كل شخص. ولذلك قال البوصيري رحمه الله والنفس والشيطان، وخالف النفس والشيطان وعصيهما ولا تطع منهما خصما ولا حكما. فإذا هذا المعنى الذي هو مخالفة النفس، إنما شأنه أنها تندفع، تندفع النفس، تندفع على صاحبها بطبيعتها الجبلية التي تشتاق إلى الشهوات والمزينات، مزينات بنص القرآن. زين للناس حب الشهوات، زين للناس أي لأنفسهم، هذا ما يسمى بالدلالة الاقتضائية. يعني ما الذي زين لك أيها الإنسان؟ ما ذكر زين لك؟ أين موقع التزيين؟ نفسك. زين للناس، زين لأنفسهم، زين للناس حب الشهوات، وهو من النفس هي التي تحب الشهوات، من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. متاع الحياة الدنيا إذن هو المزين للنفس، وذلك قول الله عز وجل، والقرآن يفسر بعضه بعضا، من أخذ الآية وجزأها عن مصارها فهم حرفا منها ربما زاغ به، وهذا يقع لكثير من أهل التدين اليوم، خذوا آية واحدة أو حديثا أو حديثين يفهمهما على غير مقاصد الشريعة الكلية. قال عز وجل ونفس وما سواها، نفس فألهمها فجورها وتقواها، ألهمها فجورها أي زين لها شهوات الدنيا، تشتاق إليها طبيعة وجبلة، فأنت مطلوب منك أن تروضها بلجام الشريعة. هذه مجاهدة النفس، تشد لها اللجام منين تجيبه؟ من الشريعة. شنو هو اللجام؟ فيه جوج ديال الحبال، واحد الحبل دايما اللجام، كل الأرصينة والألجيمة عندها جوج ديال الرصونة، واحد اسمه الأمر
استجيبوا لله إذا دعاكم، استجيبوا أمر، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، ولله على الناس حج البيت. والأخر النهي، لا تقربوا الزنا، حرم عليكم. كل المناهي هي بلجام النهي. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآيات، إنما الخمر والميسر إلى آخر الآية، لجام الأمر ولجام النهي. ثم تسلكوا، ما غادي شيء ترد الله وما تخليه يمشي حصان النفس، لا، وإنما كتبقى شد بالأمر النهي حتى يستقيم على العدل الوسطي من تلك الشهوات، ماشي من غيرها، ستأكل منها ما أباحه الله لك. فلم ينقطع رسول الله عليه الصلاة والسلام عن النساء لما قال الله عز وجل زين للناس حب الشهوات من النساء، بل تزوج النساء. ولم ينقطع عن حب الولد، بل بكى عليه الصلاة والسلام حينما مات إبراهيم ابنه، وإن على فراقك يا إبراهيم لا محزونون عليه الصلاة والسلام. ولم يرفض المال، بل أقبل عليه ما أقبل عليه منه فأنفقه في وجوهه، وكذلك فعل بالدنيا، أخذ منها العدل وصرفها في العدل. وهذا لجام الشريعة، هذا لجام الشريعة، لا رهبانية في الإسلام. فإذا فعلت ذلك كذلك، أي بهذا المنهج، فإنك حينئذ تجاهد نفسك في الله والذين جاهدوا فينا، وستكون مهديا بإذن الله، لنهدينهم سبلنا. وحينما تجاهد نفسك في الله ستجدها طيعة مطواعة لما ذكر في عمار المساجد، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. يعني هذه المعاني ما غاديش تلقى صعوبة في إدراكها، لا، لأن حصان النفس، العود ديال النفس ديالك راه مروض، روضته وهذبته وشذبته ودربته على مسالك الحق، فتسلك إلى ربك ذللا، ما معدب ما متعوب، تسلك إليه عبر هذا المنزل، منزل العمران، بجوارحك التي تترجم حبك لربك. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث مما سردناه وذكرناه. هذا العمران الذي ذكرنا هو الذي يمتد ليبني المدائن وليبني الحضارة الإسلامية كلها. لو أن المسلمين بدءا بكل فرد في نفسه، وبدءا بكل أسرة في نفسها، أنا وأنت والآخر والآخر، بدأنا بتعمير قلوبنا لهذه المعاني، تعمير القلوب بهذه المعاني وتعمير المساجد بهذه القلوب، لعمرت بعد ذلك مدائننا وحضارتنا وكل بلادنا. والعمران الشامل الكامل آخر البناء، نهاية العمارة الإسلامية، نهاية العمارة الإسلامية، تحدثنا عن بدايتها، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية، تلك بداية العمران. نهايته وغايته وكماله الذي نختم به، ونتيجته أيضا، النتيجة هي قول الله عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الذين إن مكناهم في الأرض، التمكين في الأرض يعني صارت للأمة سلطة وقوة وهيمنة وعظمة على المستويات جميعا، السياسية والاقتصادية والثقافية والإعلامية، جميع جوانب الحياة الدنيوية والدينية طبعا قبل ذلك وبعده. هذا تمكين، والتمكين فعل إلهي. يخطئ بعض الناس فيظنون التمكين من فعل البشر، أبدا، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء سبحانه وتعالى. التمكين من فعل الله للعباد،
الذين إن مكناهم في الأرض فالله هو الممكن للناس في الأرض. ماذا صنعوا؟ أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني لم يزالوا على ما بدأوا به، ما بدلوا ولا غيروا. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة، به بدأ وإليه انتهى، هو المنطلق وهو الغاية. أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو صمام الاستمرار. إذا بقى كتبقى الدنيا صالحة، وإذا انهار وانعدم آلت إلى الانهيار. قال: ولله عاقبة الأمور، نهاية الحضارات ونهاية الناس، أعمارهم، دنياهم، أولادهم، أملاكهم، حياتهم، كل ذلك إلى الله وحده، هو الوارث سبحانه الذي يرث الأرض ومن على الأرض. وإنما يبقى في صحيفتك صلاحك أو فسادك، عمرانك أو خرابك. نعوذ بالله أن نكون من أهل الخراب. اللهم اجعلنا من العامرين، اللهم اجعلنا من العامرين، اللهم اجعلنا من عمار المساجد. اللهم املأ قلوبنا بالإيمان، اللهم املأ قلوبنا بالإيمان، واجعلنا من أهل الإحسان، واجعلنا من أهل التقوى ومن أهل المغفرة، واجعلنا لك من الشاكرين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعطنا، اللهم زدنا، اللهم لا تنقصنا، اللهم اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم ربنا أعط أنفسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارزقنا عزائم التوبة، اللهم ارزقنا عزائم التوبة، اللهم ارزقنا عزائم التوبة والمغفرة. اللهم قوي أبداننا على طاعتك، وقوي أنفسنا على محبتك، ورغبها في الشوق إليك. اللهم ارزقنا حب الجماعات والمساجد والأوقات، واجعلنا من المشائين إليها في الظلم. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، واجعل في أبصارنا نورا، واجعل في أسماعنا نورا، واجعل من فوقنا نورا، واجعل من تحتنا نورا، واجعل عن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا. اللهم أعطنا نورا، اللهم اجعل لنا نورا. اللهم إنك أنت النور، نور السماوات والأرض، فأنر قلوبنا بنورك الذي لا يخبو. اللهم إنا نعوذ بك أن نرد إلى الظلم، ونعوذ بك أن نرد إلى الظلمات، ونعوذ بك أن نرد على أعقابنا كافرين. اللهم إنا نعوذ بك من الغيرة، اللهم إنا نعوذ بك أن نغير أو نبدل. اللهم ثبتنا وثبت قلوبنا، اللهم يا ربنا، حتى نلقاك ثابتين مقبلين، لا مدبرين، لا مغيرين ولا مبدلين، برحمتك وحدك يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا